دلوقتي تعالوا نتابع أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة، وأيضا نتابع أهم المباريات اللي هتتلعب في إطار الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي والدوري الإسباني. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتنظم محافظة الجيزة بالتعاون مع منصة أيادي مصر ومجلس الأعمال اليمني معرض للحرف التراثية والمنتجات اليدوية، وبيضم منتجات السجاد والخزف والفخار وغيرها من المنتجات والحرف اليدوية اللي بتشتهر بها العديد من القرى بمحافظة الجيزة. النهاردة هيعقد مؤتمر صحفي كبير بمدينة العالمين الجديدة ضمن فعاليات الأسبوع الخامس من مهرجان العالمين الجديدة للكشف عن حفل 60 سنة دراما المقام تحت مسمى Stars Crappers Awards، مع الكشف عن تفاصيل الدورة الثانية من مهرجان أيام القاهرة للدراما. النهاردة لعشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار الجولة الأولى من عمر المسابقة. هيلتقي برنتفورد مع توتنهام في تمام الساعة الرابعة عصراً، وفي السادسة والنصف هيلتقي ليفربول مع تشيلسي. النهاردة لعشاء الدوري الأسباني موعدهم مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة الأولى من عمر المسابقة. هيلتقي سالتا فيجو مع أوساسونا في تمام الساعة السادسة مساءً، وثمانية ونصف هيلتقي فياريال مع ريال بيتس، وفي العاشرة والنصف هيلتقي برشلونة مع خيتافي.